أعلنت غرفة قطاع الصناعات الجلدية في ولاية غازي عنتاب التركية عن بدء حملة تفتيش واسعة النطاق على الشركات العاملة في قطاع الأحذية والصناعات الجلدية، وخاصة الشركات التي يملكها سوريون. ونقلت وسائل إعلام تركية في ولاية غازي عنتاب عن محمد سربل رئيس قطاع الصناعات الجلدية في غازي عنتاب قوله إن عمليات التفتيش ستشمل جميع الشركات العاملة في القطاع سواء كانت سورية أم محلية، ولكن التركيز سيكون على الشركات السورية في المرحلة الأولى، مؤكدا على أن المؤسسات ستعمل في البداية على تحذيرهم من استكمال النواقص قبل فرض أي غرامات. وشدد أيضا على ضرورة أن يصحح التاجر نواقصهم، وذلك بهدف ضمان التزام جميع الشركات بالقوانين واللوائح المعمول بها في تركيا وحماية حقوق العمال والمستهلكين. ينضم إلينا وائل عادل مراسل تلفزيون سوريا في غازي عنتاب. وائل، يعني بداية، لماذا أعلنت غرفة قطاع الصناعات الجلدية في غازي عنتاب عن البدء في هذه الحملة، واستهدفت في المرحلة الأولى الورشات التي يملكها الأجانب؟ نعم حسام، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني ربما تكون استكمالا لقرار وزارة الداخلية بمكافحة الهجرة غير الشرعية في تركيا، وربما تكون بطلب من نقابة العمال عمال الجلود وما شابه بسبب عدم التنافسية كما يقولون بينهم وبين السوريين أصحاب المعامل والورشات السورية، بسبب عدم وجود عديد من العمال السوريين في هذه المعامل ضمن السيكورت أو ضمن الضمان الاجتماعي. ما يحدث حاليا حسام هو أن لا يوجد تحذير ولا يوجد تنبيه، ولكن يوجد مخالفة بشكل مباشر خلال الأيام الماضية، وصلتنا عدد من الحالات التي تمت مخالفتها كمعامل أو أصحاب ورشات بالملايين، منهم 1,080,000 ليرة تركية، منهم 3 ملايين، منهم 300,000 ليرة تركية. عديد من هذه الورشات اليوم هي تقع تحت هذه المخالفة ولا تستطيع العودة مجددا. يعني سبب المخالفات وإيه؟ ما هي سبب المخالفات؟ عدم وجود تصريح إذن عمل للعامل خاصة السوريين، وسبب ذلك كما يقول لنا أصحاب الورشات والمعامل هو أنه يتم رفض إذن العمل عادة للعمال السوريين، ولا يمكن، ويعني هناك صعوبة إدارية بالحصول عليه أولا، ثانيا بأنه يدفع 6,700 ليرة تركية شهريا مقابل السيكورت أو إذن العمل أو الضمان الاجتماعي، هذا مقابل لا شيء، لأن السوري إما سوف يذهب إلى أوروبا أو سوف يرحل إلى سوريا. لذلك يشعر حتى السوري نفسه العامل يعني نفسه بأنه غير فائدة من هذا المبلغ الذي يدفع شهريا. بالإضافة إلى ذلك عديد من العمال السوريين يعتمدون على كارت الهلال كما يقال له، وهو مساعدة سوف تقف هذه المساعدة الشهرية وبقيمة 500 ليرة تركية لكل شخص في الأسرة إذا حصل رب الأسرة على إذن العمل. لذلك يحاول السوريون عدم الحصول لأنه ليس ذو فائدة بالنسبة لهم كما يعتقدون، وبأنه لن يكون هناك لهم راتب تقاعدي مثلا كالأتراك عندما يكبرون في العمر، لأنهم لن يستقروا في هذه المنطقة كما يعتقدون. لذلك يعني هناك أسباب كثيرة اليوم حاليا الوضع، سواء الحملة أيضا أريد أن أضيف حسام ليست فقط لورشات أحذية والمعامل، ولكن هناك يعني تجول الحملة في مناطق عديدة ومنها محال التجارية هنا في منطقة أو في حي قرطاش في حي تشارشي وسط المدينة. في عدد من الأحياء أيضا يتم متابعة وصناعة رينالدو، وهي صناعة داخل المدينة، يتم متابعة أو يتم مخالفة المعامل التي لديها عمال لا إذن عمل لديهم أو ليسوا ضمن السيكورتا أو التأمين الاجتماعي والصحي. لذلك اليوم ومنذ أسبوع وأكثر تحاول هذه الورشات تخفيف عملها، إغلاق المحال. يعني هناك حالة غريبة في غازي عنتاب خاصة للسوريين في ورش العمل وفي المصانع وحتى أيضا في المحال التجارية التي تبيع بالجملة، خاصة بسبب عدم وجود مثلا هناك نواقص، وبأنهم يخافون أن يخالفوا قبل أن يستكملوا هذه النواقص الورقية. حسام، شكرا لك. وائل عادل مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من غازي عنتاب.